زين تانجو. تانجو لذيذ جدا، بيساعدنا ان احنا نلاقي التوازن، ان احنا نلاقي هارمونية مع الناس اللي احنا بنرقص معاها. I like it so much. تانجو الرقص في صمت. التانجو الرقص في الصمت عبارة عن رسم لوحة بالحركات اللي بنعملها برجلينا. التانجو بالنسبة لي مهم جدا، بيساعدني ان انا اعمل كوميونيكيشن مع الاشخاص اللي احنا بنرقص معاها.